كلاسيك FM. علي صوتك. سايس خوك يا سيف، لعنة الله عليك يا سيف، لما كلمة راك تشاورني تسمعني. خلص المبكة، خلينا نتصل بعلي عبد الله صالح نشوف شنو حواله. خلينا نتصل بالمصح. 733 707 جردان زنقة حوج بيت 703. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله، مصحة العزيز بالعثمان آل شرين، تفضل. يا شبوب اسمعني خيرك، لعنة الله عليك، لو ممكن يعني تمرر لي رقم غرفة علي عبد الله صالح يعني. اوكي يا حبيبنا، لحظة بس امرر لك الغرفة يعني، لحظة. اوكي يا شبوبي، انا انتظر فيك. اي بارك الله فيك ولعنة الله عليك معك. الو، شنو حالك علي عبد الله صالح، خيرك لباس؟ الو، اهلا وسهلا، شنو حوالك يا معمر؟ ماهوش علي عبد الله صالح، الزين معك. شنو قلت الزين؟ وانت ايش تعمل عنده في المصحه زين؟ لعنه الله عليك، ايش تعمل عنده في المصحه يا معمر؟ اسمعني يا ولدي، انا بحذان طل عليه، مشيت باش نهز البرود والبرود، مو قالوا له الدجاج الحي؟ لا، وليت هزيت البرودو، الدجاج الحي قالوا له ماهوش متاعنا. والله العظيم زين، فيك الخير، اصيل ولد باديه ولعنة الله عليك. قل لي، ممكن تمروا لي علي عبد الله صالح نحكي معاه ندردش معاه؟ اي لحظه برك باش نعدي لك. يعني شد هاو معمر اخوك طلبك، شد ايه. هلو، من افتر هود؟ انت مسبب في الثورة هذه، ثورة مسبب فيها. يا علي عبد الله صالح، ليش تزور تكلم معانا يعني بكل جفافية وصوتك خليه عندك؟ راك مريض. يلا احكي لي شنو حوالك الان لباسه. كيف انا اقول بالله بخير؟ كيف يا معمر تقول لي بخير؟ كيف بخير؟ عندي ضربة في القلب، وعندي ضربة تانية في العين، وضربة في الظهر، كيف تقول لي بخير؟ كيف؟ شنو قلت يا لطيف؟ تلطف عليك، ضربوك 3 ضربات في العين وفي الظهر وفي القلب، يعني عملية حسابية هي. يعني علي ضربوه ضربة، وصالح ضربوه ضربة، وعبد الله ضربوه ضربة. حلوة العملية. يا معمر اسمع، والعظيم والله الحياة بخير والحمد لله. شنو قلت حياتك بخير؟ لعنة الله عليك، انت دوسي لاندر تمشي دوي، يعني 90% من بدنك سقوط وتقول لي بالخير. شنو بخير؟ شنو وعينيك لباسة؟ شنو حوالي لباسة؟ يا معمر اسمعني، عندي عين راحت لن ارى بها ابدا. والله العظيم علي عبد الله صالح تستاهل، لانه تستاهل، انت تفاف على بدنك، انت تتفاف على بدنك. ليش ما خرجت من البدايه كيف بن علي؟ وهذه عينك يعني السبب فيها انت، لانك غلطان. من المفروض تعمل زي معمر قذافي، تلبس نظارات شمسيه، حتى لو قصفوك بالملايين بالصواريخ ما تجيش في عينك، تجي في النظاره. ليش يا علي عبد الله صالح ما لبس نظاره؟ لعنه الله علي. لا يا معمر قذافي، لا تعيرني بعيني، لانني ساقوم بعمليه تجميل. شنو اقول، تعمل عمليه تجميل؟ كيف يا علي عبد الله صالح تعمل عمليه جميل وانت راك تصير بعين برك؟ رامش يصير وعيطولك علي عبد الله لعور، راك بعين برك. لكن اسمعني علي عبد الله صالح، عندي حل جميل وكويس، لانك انت بحاجه لعين. يعني عندي اخواني صديقي في تونس هوني، ممكن نشوفوا لك عين. عندنا عين زغوان، وعندنا عين درام، وعندنا عين الزرقاء، وهذا الثلاثه كويسين. يعني كلمني اذا عايز واحده منهم، نكلمها لك ويجيوها لك. لا، انا لست في حاجه لعيون اجنبيه. اقعد واعمل زي ما انت عايز يا علي عبد الله صالح، طز فيك، لانه هذا مثوار في اليمن عرفوا الحكايه، طز في عينك عملوا لك. عدي لي يا ابن علي، هات ابن علي هات. ويا معمر زين معك، ايش تحب؟ اسمعني يا ابن علي، لعنة الله عليك، شنو حكايه المحامي اللي بيشتعمل؟ سمعت بيك ولا شو في تونس يا معمر؟ حكايه المحامي اللبناني حكايه كبيره، ما عايش بتاع تليفون. فهمتك بعلول، فهمتك، يعني حكايه مش بتاع تليفون. ان شاء الله يعني اذا قصفوا لي حتى انا عيني في ليبيا، تو نجي عندكم في السعوديه نداوي من انتقال وغادي في المصحه، ونحكوا في حكايه المحامي. يلا، اما على شرط تعمل لي البرود. يلا، بارك الله فيك. عفوا، لعنة الله عليك. سايس خوك.